معانا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة الهلال. صباح الخير يا أستاذ خالد، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير عليك يا أستاذ خلود، صباح الخير على السادة المشاهدين، صباح الخير على كل مصر وكل العالم العربي اللي ثورة 30 يونيو أنقذته من براثن جماعة إرهابية وتنظيم إرهابي كاد أن يفتك بكل العالم العربي هذا التنظيم ويدخله إلى براثن التقسيم والانهيار في شتى مجالات. إحنا الحمد لله ربنا أنقذنا من هذا التنظيم بثورة 30 يونيو. عايز أقول لحضرتك إنه هذه الثورة مع كل هذه الإنجازات التي حضرتك ذكرت بعضها دلوقتي في المقدمة، كل هذه الإنجازات لا تساوي شيء في تخليص البلد من هذا التنظيم. في الحقيقة أستاذ خالد خلينا نتكلم عن النقطة دي تحديدا، إنه ثورة 30 من يونيو أطاحت بمشروع جماعة الإخوان الإرهابية، مش بس في مصر يا أستاذ خالد، ولكن خلينا نقول في المنطقة، في الوقت اللي كانت بتمول أو هذا المشروع بيمول بأموال كبيرة جدا من الدول اللي إحنا عارفينها. هذه الثورة أطاحت بهذا المشروع مش بس في مصر، لأ في المنطقة كمان اللي حوالينا. كانت دور التاج المؤامرة هي مصر وسقوطها وانهيارها وتقسيمها، ثم سيتحول هذه المؤامرة إلى دول الخليج الكبيرة زي المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات، ثم الكويت، ثم كل دول الخليج ودول العالم العربي كانت سوف تقسم إلى أجزاء. هذه الدول ربنا أنقذها بفضل ثورة 30 يونيو اللي قام بها الشعب المصري وخلص العالم من شرور هذا التنظيم الذي أراد تقسيمنا واختطافنا وتغيير هويتنا. وده الأهم على فكرة أستاذ خلود، الشعب المصري صار لي هويته الثقافية وحضارته. الشعب المصري لا لم يرضى أن يكون خاضع أو ناخع لدولة زي تركيا أو دويلة زي قطر. هو الشعب المصري طول عمره شعب يشعر بالعظمة والحضارة والفخر، طول عمره يشعر بذلك، حتى لو كنا فقراء على فكرة، لكننا نمتلك كبرياء الحضارة، نمتلك كبرياء العزة. احنا بلد نشعر بالخطر يا أستاذ خالد، جت وجاء بعدها التاريخ. طبعا شعرنا بالخطر من تغيير هويتنا وتغيير ثقافتنا. احنا لقينا ناس مش مننا، الناس دي مش مننا، الناس دي كانت تتعامل معانا كاحتكار لشركة. احنا مش شركة هيتم احتكارها. الشعب المصري لا يستطيع ان يعمل في تفكير او في فكر او بفكر اؤمر فتطاع. الشعب المصري يفكر، الشعب المصري مبدع. هذه الجماعه يا استاذ خلود لا تمتلك مفكر، لا تمتلك مبدع، لا تمتلك فنان، لانه هذه المهن وهذه الافكار التي تخرج من هذا المبدع لا تستطيع ان تتعايش مع هذا التنظيم وهذه الجماعه. هذه الجماعه تربت على السمع والطاعه. يمكن يوم 30 من يونيو هو يوم مش عادي، هو يوم فارق في حياه كل المصريين. لو سالت حضرتك عن اهم الاحداث اللي حضرتك فاكرها قبل الثوره، قبل ما يغضب الشعب المصري من هذه الجماعه، ولما كنا ساعتها حاسين بالخطر، اهم المواقف، اهم الاحداث اللي حضرتك فاكرها قبل هذه الثوره. انا افتكر انه أكثر من موقف. أولا يوم الإعلان الدستوري اللي أراد أن يحصن هذا الرئيس اللي هو أول جاسوس مدني منتخب ويحصن قراراته ويصبح فوق القانون وفوق المحكمة الدستورية وفوق كل مساءلة. ويعني ما أنا قلت لحضرتك كل المسألة إنه كانوا حابين يتعاملوا معانا
السمع والطاعه، والشعب المصري رفض ان ينصاغ لهذه الافكار الرجعيه القديمه، يعني التي لا تصلح على فكره حتى لاي عصر. انما مثلا الاعلان الدستوري ده هو السبب في او الشراره التي يعني اطاحت بهذا النظام الغبي. يوم ما بدات وزاره الثقافه والمثقفين في اعتصامهم، وده كان بدايه ارهاصات ثوره 30 يونيو من المثقفين. ليه المثقفين؟ لانه هذه الجماعه تحارب الابداع، تحارب الفكر، تحارب كل شيء جميل، كل شيء يعني يؤدي الى الابداع. هذه الجماعه كانت يعني عايز اقول لحضرتك توحشت في مفاصل الدوله. هذه الجماعه ارادت ان تجعل من مصر تنظيما، هي خرجت من تحت الارض كتنظيم، وارادت ان تنزل بمصر عندما وصلت بها الى الحكم، عندما وصلوا الى الحكم في مصر ارادوا ان ينزلوا بها الى تحت الارض كتنظيم، وهذا لا يصلح مع دوله عظيمه كمصر. طبعا لا، هذا لا يصلح مع دوله كبيره في المنطقه كمصر. عايز اقول لحضرتك انه مصر الان تقول والعالم يسمع، انظري الى مصر في سنه حكم الارهابيه لنا، لم يكن لدينا ولا لنا وزن على مستوى اي مستوى من المستويات، سواء الاقليمي او الدولي او حتى في منطقتنا العربيه او الشرق الاوسطيه. طول عمرها مصر يعني لها دور وثقل. وده يخليني اسال حضرتك يا استاذ خالد عن التقدير الدولي اللي بقت تحظى بيه مصر في وقتنا الحالي، وحتى بعد الثوره الشعبيه اللي انحاز ليها الجيش المصري. بعد كده مصر اصبحت هي رئيس اللجنه الدوليه لمكافحه الارهاب، وهذا المنصب هو منصب مهم، وتولي مصر لهذا المنصب لم ياتي من فراغ، هو اتى بعد تقديم مصر شهداء في وابطال في الجيش في الشرطه وحتى الشعب المصري، وبالتالي هذا المنصب كمان يعني منصب كبير جدا وتقدير مهم من المجتمع الدولي لمصر. مصر كانت تقع بعد ثوره 30 يونيو تحت دعايه مضلله عن هذه الثوره. الثوره كان بعض دول العالم يفهمها على حقيقتها ودعمها، باقي دول العالم لم يكن يفهم او يعني يعرف ماذا جرى في مصر وماذا جرى للمصريين. الثوره التي اخرجت زعيما منها وبطل منها وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع بسياسته الخارجيه والرئاسيه ان يقول للعالم نحن ثوره حافظت على هويه هذا الشعب وعلى حضارته. هذه الثوره هي التي حمت مصر من الاقتتال الأهلي، هذه الثورة هي التي حمت المنطقة العربية والشرق الأوسط من الدخول إلى حزام نار لم يكن أحد يستطيع أن يتحمله، حتى أوروبا نفسها التي كانت على الجانب الآخر من البحر المتوسط، لأنها كانت يعني ساعتها لن تتحمل مراكب الهجرة غير الشرعية التي كانت ستكون من مصر وغير مصر من الدول التي المستقرة الآن والتي تحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية، والتي كان لها دور في حماية أمن المنطقة وثباتها واستقرارها. دول أخرى أرادت أن تحصل على هذا الدور، ورغم أن مصر في من 2011 وحتى 2013 كانت غائبة عن المسرح الدولي، دول أخرى كانت تريد أن تدخل وتحصل على دور مصر، لكنها للأسف ورغم غياب مصر لم تستطع أن تقوم بدور فعال في هذه المنطقة، لسبب بسيط أن مصر هي التي تعرف وتعلم ويعني كيف تدير هذه الملفات. مصر لديها حضارة وامتداد إفريقي، مصر دولة عربية، مصر شرق أوسطية وجنوب ثقافية تعتبر جنوب المتوسط، مصر دولة الشمال الأفريقي، مصر الشرق الأوسط،
مصر قلب العروبة، مصر الحضارة، كل هذه العوامل أدت إلى أنه مصر تتعامل مع كل الملفات بعدم حساسية، ويعني تتعامل بمنتهى الشرف. وإحنا هنا بنسترجع كلمة السيد الرئيس عندما قال نحن نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. وأرجع لي سؤال حضرتك، أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هي التي قادت إلى أن يفهم العالم ويدعم هذه الثورة بعد يعني شهور بسيطة أو حتى سنة أو سنتين من هذه الثورة. ثورة هي ثورة 30 من يونيو زي ما حضرتك ذكرت واتكلمت يعني في نقاط في غاية الأهمية، هي ثورة صححت المسار، استردنا مصر من خلالها، كانت طوق النجاة من هذه الجماعة الإرهابية. وزي ما حضرتك قلت أنه الشعب المصري هو البطل وهو الملهم اللي بيدي دروس في الوطنية وبيدي دروس في الانتماء، وكل سنة وكل الشعب المصري دايما بخير ودايما أقوياء ودايما صامدين وجامدين وبنحب بلدنا بجد. أنا بشكرك الكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال.